Gaustave! Monsieur Gaustave! ميت! ميت! وربنا ميت! معلش بس ممكن دقيقة من وقت حضرتك؟ احنا جايين لحضرتك مخصوص! والله أنا ميت دلوقتي، ما عنديش وقت. بس دكتور أيمن بعتنا لحضرتك مخصوص عشان نعرف عملت إيه قبل ما تموت. دكتور أيمن؟ بتقول دكتور أيمن؟ ياه! ده حبيبي! سلم لي عليه والنبي يا شيخ! هو عامل إيه دلوقتي فوق الأرض؟ طب اتمنى بقى أما أطلع لك، الموضوع شكله كبير قوي. أنا ألكسندر جوستاف أيفل، اتولدت سنة 1832 في ديجون في فرنسا، لأب في الجيش الفرنساوي وأم ورثت مشروع توزيع فحم. والدتي كانت ناجحة قوي في شغلها وكانت معامل مؤثر جدا في حياتي. بابايا استقال طبعا من شغله وسندها في شغلها وانشغلوا جدا عني. وجدتي اللي ربتني انا ما كنتش بحب ابدا المدرسه، كنت بعتبرها مضيعه وقت ومله. الا الهيستوري، عمامي الاتنين بقى حببوني في الكيمستري، وبسبب ده اتخرجت وتخصصت في الكيمستري. الطالب جوستاف إيفل دفعة 1855. الحمد لله اتخرجت وطلعت 13 على دفعتي من أحسن كلية هندسة في بغيل، الكول سنترال ديزارد مانيفاكتور. وطبعا بما اننا في عز الثوره الصناعيه قررت اني اتخصص في الكيمستري. شكرا. اول عمل عظيم ليا شاركت فيه كان ستاتشيو اوف ليبرتي، كانت هديه فرنسا لامريكا تخليدا للامريكان ريفولوشن بعد ما فيولي ليدوك اتوفى وما سابش اي انديكيشنز كان ناوي ازاي يتعمل كوبر سكين بالماسونري بير. فاضطر اوجست وهو مصمم الستاتيو انه يلجأ لي في الاعمال الداخلية. فكرت انا وموريس كويشلن هو صاحبي وحبيبي انه نستبدل البير بالايرون تراس تاور كسبورتينج سيستم للستاتيو، وحطيت في النص بايلون تاور عشان يسمح له بالحركة البسيطة في مواجهة الرياح. وان الحديد اكيد هيحصل له اكسبانشن في الصيف، وارد يحصل كراكينج في السكن بتاع الستاتيو، فسبت جاب بين الميتلز والسكن ومسكته بس بفلات ايرون رودز. وعملت موضوع الصدى ما بين الكوبر سكين والايرون سبورت ستراكشر، عزلت السكن بمادة اسمها اسبستس، حرير صخري. طبعا التغييرات اللي حصلت في الخطة الانشائية للستاتشو وتحولها من ماسونري لايرون خلاها بدل ما تتعمل اون سايت في USA قرروا انهم يعملوها في فرنسا وتتفك بسهولة جدا وتتنقل على USA. تاني عمل ليا كان ايفل تاور. صاحبي وحبيبي موريس كويشلن وإيمايل نوجييم عرضوا عليا المشروع. في الأول ما كنتش مهتم خالص بفكرة المشروع لأني كنت بحب أكون دارس مشاريعي لأبعد حد. كويشلن ونوجييم اتجهوا الأركيتك اسمه ستيفن سافستر علشان يضيف بعض اللمسات المعمارية، فأضاف الأرشز في البيز والجلاس بافيليون في أول مرحلة وكابولا فوق. رجعوا عرضوا عليا المشروع من تاني، عجبني جدا واشتريت منهم التصميم وعرضته في Exhibition of the Creative Art، ومن هنا ابتدت الحكاية. خبر صار لكل اهالي بغيل، بعد انتخاب اول رئيس سنة 86 لفرنسا نفتح حفلتنا النهاردة. نحب نستمع لأولى كلمات الرئيس جورج ريمي، فليتفضل. في بداية حفلتنا النهاردة أحب أقول لشعبي العظيم إن خصصنا بادجت ما تقلش عن 1.25 مليون فرنك للإكسبو اللي جاي. والآن مع تفاصيل البشرى السارة ينقلها لكم وزير التجارة أدوارد ناكري.
في مسابقة مفتوحة لأحسن مشروع يتعمل احتفالاً بمرور 100 سنة فرنش ريفولوشن. موقعه هيكون في الشام دمونس في وسط باريس، بشرط يكون ارتفاعه 300 متر، برج حديد 4 أضلاع، يشرف باريس ويكون مدخل اكسبوزيسيون يحكي عنه العالم كله. وأحسن مشروع هياخد اهتماماتنا كلنا هيخضع لعدد كبير من الاختبارات. شكرا. مسيو مسيو. نعم. أنا أعرف واحد ينفع الكومبيتيشن دي. هو مين؟ اسمه جوستاف. 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 هديهولي. ده جريت فايت متكون من فور ستيل جيردز واقفين على 4 بيس، 2 منهم بيبصوا على النار. طبعا هنستخدم الكومبريست اير كيسنز في مرحله انشاء، وزي ما حضرتك شايف بيتجمعوا في اعلى نقطه في المبنى 324 متر فوق الارض، متوصلين بمتال تراسس. كل متال رود فيهم زاويه ميله 45 درجه زي ما حضرتك شايف هنا، متكون من 7 فلورز. هاي فكرتني ايفلتار مش بس مثال للمودرن انجينير، ولكن كمان مثال للتطور الصناعي اللي عايشين فيه، وطبعا نتاج للتطور في العلوم باختلافها وثورة 89. انا متأكد انه هيكون من اعظم اثار فرنسا، مش بس فخر بريد، هيكون فخر العالم كله، فخر القرن ال 18. طبعاً محدش سابني في حالي. تعرف يا جوسبي ان اللي عمله كوستاف ما يليقش خالص بالفرنسويين. صحيح يا مورجان، اخوي يبقى بتاع الامريكان والانجليز، الشعب الفرنسوي كله متضايق منه ومستاء، معرفش ايه اللي وصلنا لكده. ايدي بقلدي مش عارفه هو بيعمل ايه. الفرنسويين كلهم بيعتبروا ديس اونستي لفرانس كلها. انا عايزه برج فين الفرانس ديكوريشنز؟ فين الحاجات؟ انا كنت عايزه حقيقي احنا زنقنا نحصل كل الحاجات اللي عملناها السنين اللي فاتت. المجلات والجرايد كلها بتتكلم عن بعضها. حقيقي يا مورجان خرب لنا البلد. سوفاج قوي. انت عارف انه هيأثر جدا على اقتصاد فرنسا؟ ده كمان ملوش اي اساس فني. هيكلفهم مليون وربع فرانك على كونستراكشن كوست. لو البريزيدنت اوف فرانس خصص له ارباح الاكسبو 20 سنة قدام. غير كده اللي هو هياخد كتير قوي من ميزانية فرنسا. شفتي البرج الجديد اللي بيبنوه؟ اللي عامل زي اللولي بوب ستيك ده؟ It looks like a chimney. ماما قالت لي ان هما بيبنوه بعد الفرنش ريفولوشن عشان يبقى الماستر بيس في باريس. جوستاف كسب في الورلد اكسبو بتاعته عشان كده نفذوه سنه 1889. ماما عامله كواسون، تعالي نروح ناكل. يلا يلا يلا. ده مليان همجيه ويليق بالباربيريانز، هيمشي تماما جمال نوتردام وعظمه السان جيرك واللوفر وتاريخنا في الارش دو تريامف. ده حتى اشبه بالسبوزيتوري. جوستاف اصلا مش مهندس، بيدور دايما على الصلابه والثبات. خلاص نسي ستايل باريس ويفتقد لذوق شعبها. تخيل للحظه برج سخيف اشبه بالسموك ستاك، هتشوفوا اثره بعد 20 سنه زي الحبر لما يقع على ورقه ما تعرفش تمحي اثره. خبر الساعة وكل ساعة قرب قرب قرب، شوف جوستاف رد عليهم وقال ايه. قرب قرب قرب، اقرا الخبر، تعالى يا بيه شوف جوستاف رد عليهم وقال ايه.
خمسة فرانك يا مين. مرة 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 فضل يا مين. شوف جوستاف رد عليهم وقال ايه. قرب مرة مرة. شوف جوستاف رد وقال ايه. قرب مرة مرة. احب ارد على كل الزملاء والعمالقه في فنون العماره. ايفل هيحفظ جماله الخاص بيه. هو يعني عشان الواحد مش اركتكت وانجينير يبقى خلاص فقدنا حس تذوق جمال المبنى؟ ناس كمان يقولوا ان احنا حصل تفكيرنا على قوه وصلابه المبنى بس. السؤال الاهم والاولى هو لما واحد يجي يبني برج زي برج ايفل ايه اللي هيتاخد في الاعتبار الاول؟ طبعا لازم يفكر في قوته وصلابه المبنى وده اللي حصل. زائد كمان ان انا حطيت في اعتباري المظهر الجمالي واضفت له مونيومنت كيرفتشر من الاربع جهات الخارجيه. خضعوا لفحوصات ودراسات وتحليلات دقيقه جدا لدراسه مدى قوته وجماله. ده طبعا غير انه بيخفي لاعين الناس في الشارع مدى تغرده من المظاهر الجماليه المعتاده. ده غير ان انا اتخذت في اعتباري مدى مقاومته للاعاصير فصممت فراغات ما بين العناصر الانشائيه واستغنيت عن الاسطح اللي بتهدد الاستابيليتي بتاعه المبنى. وفي ختام كلامي احب اقول في فرق بين معايير الجمال في الكولوزيوم وعصرنا الحالي، ورغم ذلك ما زال تعلقنا بالنظريات الفنيه الاعتياديه بيسيطر على الاغلبيه منا اليوم. شكرا. انت جوستاف؟ يا بنتي انت جوستاف فعلا؟ ايوه انا جوستاف. انت ممكن اعمل لقاء مع حضرتك؟ اتفضلي. تعالى تعالى تعالى. قول لنا ايه هي اخر اعمالك قبل ما تموت؟ عيد السؤال تاني. ايه هي اخر اعمالك قبل ما تموت؟ انا طبعا لاني طول عمري كنت مهووس بالميتال كونستراكشن، بعد ما سني كبر اتفرغت لدراسه علم الميتيرولوجي والايروداينامكس، وده طبعا علم بيدرس تاثير قوه الرياح على اسطح المباني، وده كان بسبب جوستاف. يلا حبيبي يا اسطى، والله العظيم حبيبي على الطلاق حبيبي. ده كان بسبب كتر المشاكل اللي قابلتها في معظم اعمالي، وده طبعا غير اني اصريت اني ابني اول معمل ليا في البوتوم بتاع ايفل، وكمان اسست اول ويند تانل. شكرا. كتابات ايفل وابحاثه عن مقاومه الرياح كان ليها تاثير واضح جدا على الملاحه والطيران. مش بس كده، دول ادوا معلومات لكل المهندسين عن اسس وتصميم الطيارات بتفوق سرعه الصوت. شكرا للعالم العظيم جوستاف ايفل. قصة حياتي. تشربوا حاجة بقى؟ عندنا عصير عزرائيل علب هنا. ربنا يكرمك يا أخي. شكرا والله. ممكن بس تدلنا على تشارلز ريني ماكنتوش؟ قصدك منطقة الأرت نوفو؟ لا، ده انتوا كده لازم تمشوا 60 سنة قدام وتعدوا الكوبري، وعلى ايدكم اليمين بقى هتلاقوا يافطة كده مكتوب عليها أنتي إندستريال جريف يارد. بصوا تعالوا ورايا.
هو لسه فاضل كتير ولا ايه؟ انشفوا بقى وما تبقاش فرفور، جوز مستنينا الناحية التانية. اهلا اهلا بالحبايب، انا عارف انتوا جاييني ليه، عشان كده مش هضيع من وقتكم كتير وهخش في الموضوع على طول. انا تشارلز ريني ماكنتوش، الاصل سكوتش، اتولدت في 7 جون 1868. في جلاسكو وسط عيلة من أرقى عائلات إنجلاند. حاجة كان عندها 11 طفل وأنا كنت الطفل الخامس. أثروا جدا في شخصيتي، كانت شخصيتي ضعيفة ومهزوزة وغامض جدا، ما كنتش بعرف اي حد انا ناوي اعمل ايه. شغلانة ليا كانت عند اركيتك جون هاتشنسون سنة 1884. تشارلز تعالى وتفشل. عامل ايه؟ ايه عايز ايه بقى؟ انا طول عمري اسمع عنك في البلد وكان نفسي قوي اكون اركيتك مشهور زيك. يا حبيبي تحب اعلمك؟ انك رسام شاطر موهوب خلاق وتنفع قوي شغلانتك دي. ها احب قوي. طيب من بكره الصبح تنزل معايا متدرب وتبقى اصغر متدرب عندي عمر 16 سنه. بعد جلاسكو سكول اوف ارتس وهناك قابلت حب حياتي مارجريت ماكدونالد. اتجوزنا وكانت عامل مؤثر جدا في حياتي، ساعدتني في كل اعمالي، حتى في اللوحات بتاعتي كانت بتضيف لمساتها في الاخر اللي ما كنتش بقدر ابدا استغنى عنها. كانت خطوطي دايما واضحه، كنت بحب الاشكال الريكتانجل والسكويرز، كانت دايما هي بتضيف لي لمسات الفلورال بتاعتها اللي ميزت كل لوحاتي. النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام، النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. وميزتني دايما عن غيري كانت سبب من اسباب نجاحي. فكرت اسافر على لندن واشتغل في اكبر المكاتب هناك، كان منهم هانيمان اند كيبي، ومن هنا كانت بدايه نجاحي. وريني الديزاين بتاعك كده. شغله كويس جدا، لازم يكون شريك معانا، مش عاوزين نخسره. رايك كده يا كابي؟ شغلك كويس، خلينا نشوف كده شغلك الباقي وهكلم كابي ونشوف هنقرر ايه ان شاء الله. احنا لازم نهرب من هنا يا مارجريت. هنروح على فين يا تشارلز؟ هنروح على سفر لكي نستمتع بالهدوء وجمال الطبيعة وأقضي بقية حياتي هناك، أرسم وأبدأ مشروعي. أنا قلقانة علينا أوي يا تشارلز. بس أنا كنت نمرود، كنت دايما حابب أعمل حاجة لنفسي. مارجريت كان قلبها حاسس إن في حاجة هتحصل هناك، افتقرنا قوي
وفلس، ما كانش معايا ولا مليم في جيب. اضطريت ساعتها اني ارجع على لندن واتوصل لعيمن وكبي، شغلوني عندهم تاني. تشارلز هونيمان، انت كنت فين المده دي كلها؟ انت اختفيت فجاه. سامحني يا هونيمان، سامحني يا كيبي. اهدى بس يا تشارلز، فهمنا في ايه. ورجعت قمت على رجلي من تاني وساعدوني اني ابدا اول مشروع ليا، وهو جلاسكو هيرو بيلدينج اللي معروف دلوقتي باسم اللايت هاوس. بس كان في عمل تاني خاص بالانتيريور شويه، انا كنت شاطر جدا في الانتيريور. كان ديزاين كرسي لسه لحد دلوقتي في زمانكم ده بيقلدوه. ما اعتبرتوش نجاح بالنسبة لي، أنا نجاحي الشخصي بدأت من The Four أو The Glasgow Four. أنا ومراتي مارغريت ماكدونالد واختها فرانسيس ماكدونالد وجوزها اللي هو أصلاً صاحبي هربرت ماكنار، عملنا معارض في كل شبر في أوروبا بننشر فيها فكر الجلاسكو سكول. كنا بندعو انه يكون هوليستيك، يوروب كلها سمعت عني في الفترة دي وما سابونيش في حالي وبدأوا ينتقدون. الاندستري ريفولوشن صمم مبنى ما كانتش لي اي علاقة بالارض فوق، وده كان اخر عمل لي. تشارلز ما بقاش بيعجبنا اي ديزاين ليه خالص، من كتر الستايلز اللي بيحطها في اي ديزاين ليه بجد بقى ممل قوي، مثلا زي كونسرت هول وشابتر هاوس بيحط كذا ستايل في الديزاين بتاعهم، حتى ليفربول كاثيدرال خسرها بسبب برضو الموضوع ده، بيحط كذا ستايل في الديزاين بتاعه، وده اللي خلى جايلز جيلبرت سكوت يكسبه. يا تشارلز عارفه كان ايه اللي احنا عايشينها دي؟ مالها العيشه وليه؟ شايف منظر البيت اللي احنا بقينا عايشين فيه؟ هو حلو اهو. فين الحلو ده؟ انا خلاص فقدت اهتمامي بالاركيتكتشر وما بقاش ليه مكان وسط ظروف الحرب اللي احنا فيها دي، حتى اتجاه الناس اتغير من الفن للصناعات التقيلة، فني ما بقالوش مكان. مش ده السبب الحقيقي يا تشارلز، تحاولش تبرر لنفسك، انت اللي كان ممكن تصر على موقفك وتكمل، لكن انت اللي اخترت كده، دخلت الاشين ستايل مع المودرنزم مع الارت نوفو، والناس اتعودت ان هي تشوفك بالارت نوفو بس، فلازم يفقدوك وانت فقدوك. فين تشارلز؟ فين دراسات عن الزخارف الفلوري واللي لوحاته كلها ليها معاني دايما؟ فين اهتمامك بالدرايت اند شادو والتفاصيل والسبيسيفيكيشن بتاعتك؟ فين ده كله؟ انت لحد دلوقتي لوحك بتدرس لكل طلبة عمارة في كل شبر في اوروبا وحبوك اقتصادك وتحفظك وسماتك الطبيعية في تصميماتك. تشارلز انا هرجع بعد كده وهدفك لمساتي زي ما كنا متعودين طول عمرنا نشتغل مع بعض. دول اتهموني باني جاسوس الماني وسجنوني. انا تشارل ريني ماكنتوش، تشارل ريني ماكنتوش، ينسوا كل تاريخي، يحطموا احلامي، يقتلوا مستقبلي. انا ما كنتش. سالكين يا جماعه. سالكين يا دكتور. مين المريض؟ خير عندك ايه؟ Thank you.
لا مش عاوزك تقلقي خالص. ماما حلوة. كودي 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 وانتهى عصر الارت نوفو مع اخر نفس فيا. جوستاف ساهم كتير جدا في تطوير شبكات السكة الحديد لحد عصرنا. اهمية دراساته ونظرياته عن الايروداينامكس كانت بتعادل اهميته كمهندس انشائي. اهم تو بيلدينجز لي كان ايفل تاور وستاتشيو اوف ليبرتي، لانهم لحد دلوقتي مباني مهمة جدا عالميا ومزار سياحي، وما زالت لغاية دلوقتي مصدر دخل كبير جدا لأمريكا وفرنسا. أنا طبعا بعد ما خدت دور جوستاف إيفل، يعني بعيدا عن لبسه اللي ما جاش والبنطلون كان قرفني طول التصوير، بس أنا يعني اكتشفت إن هو كان بايونير في قدرته إنه يسد قراراته الإنشائية، يعني كان دايما قادر يدافع عنها. ده طبعا على أساس الكالكوليشن أوف فورسز والتحليلات الدقيقة جدا اللي كان عاملها في الإنشاء والرسم والتنفيذ عامة. بس بعد ما مثلنا حتة جوستاف اكتشفت ان جوستاف عمل انفنشنز كتير قوي سابها للعمارة من بعده، زي فكرة الكمبرست اير كيسنز اللي بيستخدموها في الريلوي بريدجز. اكزامبل عن الانفنشن ده اللي احنا شفناه في الريسيرش وكده هو باردو بريدج اللي بيعدي فوق ريفر.